السلام عليكم ورحمة الله. هذا الطير طبعا ما يأكل، أكله ضعيف جدا، وسبحان الله في صوت في التنفس. هذا أنا شرحته، شوف كمية الحصى اللي فيه، سبحان الله. يعاني من سهالات، افتح لكم الان مصران ونشوفه ان شاء الله. السلام عليكم. طبعا مثل ما انتم شايفين الان فتحنا احد المصران، وش المادة اللي طلعت، وهذا مكان الخروج، في شوية تشحم مع ان الطير جدا ضعيف، جدا جدا ضعيف. الله اعلم، ممكن يكون هذا كنكر، بداية سبحان الله الكورة اللي تصير، تجمعات اللي تصير داخل البطن. سلمونيلا كسيد، يا سلمونيلا، والله أعلم، حاد جدا مع الطير. الله المستعان، أراكم على خير، في أمان الله.